بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. أن الإنسان يسقط حقه على إخوانه، يعفو ويصفح ويغفر، يعفو لا يبقى في النفس أثر، وليعفو وليصفح. الصفح من صفحة العنق، لا تلتفت للإساءة، لا تقل أنا عفوت عنك، ليس في قلبي شيء عليك، لكنك أخطأت في حقي. لا لا لا، اصفح، لا تعاتب، هذا معنى الصفح. أعطيه صفحة العنق، لا تقف عند إساءته وتقول عفوت، لكن ترى أنت أخطأت، وليعفو وليصفح. وكذلك أيضا الغفر، فإن الغفر يعني أن لا يصل إليه منك مكروه، وأن تستره، فإن الستر يعني هذا وهذا، الحماية والوقاية، بالإضافة إلى الستر كالمغفر يستر الرأس ويقيه. فما يذهب الإنسان ويتكلم في المجالس ويقول فلان أساء إلي، وفلان ظلمني، وفلان فعل كذا وكذا، وفلان أخطأ في حقي، ومع ذلك أنا عفوت عنه، فإن هذا ليس من الغفر في شيء. أعرض عن هذا بالكلية. تمثل بهذه الخصال الثلاث: العفو والصفح والغفر. وإذا جاءك إنسان يعتذر إليك أنه مقصر، قل أنا المقصر، الحق لك. قال ما اتصلت عليك، قل أنا الحق أني أتصل عليك. إذا قال تأخرت عليك، قل أنا أشوف لنفسي، أنا أنظر في تقصيري، أنا أقصر في حقوق الآخرين، أنا أغفل عن الاتصال، أغفل عن الرد على الرسائل. لربما يعني لا تنتظر من أحد شيئا. لما عفوت ولم أحقد على أحد، أرحت نفسي من هم العداوات. هذا هو الطريق، هذه راحة للقلب أيها الأحبة. أما إذا كان الإنسان عنده حسابات وتصفيات ويحاسب هذا وهذا وهذا، فإنه سيتعب ويتعب من معه. وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما قوله تبارك وتعالى: وللرجال عليهن درجة، يعني على النساء. ابن عباس فسرها بمرتبة الإغضاء والتجاوز والعفو، بمعنى أنه لا ينقر ولا يدقق ولا يستوفي ولا يستنطف ولا يستنظف حقه منها. وللرجال عليهن درجة، الدرجة عند ابن عباس رضي الله عنهما الإغضاء، بمعنى أن يفوت، لا تقف عند كل شيء، وإلا ستتعب وستتعب الآخرين معك. الإنسان مجبول على التقصير، فهذه الزوجة لابد أن تقصر، فإذا كانت كلما قصرت تغير قلبك عليها 3 أيام، 4 أيام، 5 أيام، وبعضهن تقول 6 أشهر ينام في المجلس لا يكلمني من أجل قضية تافهة، كلمة قيلت، خطأ، سبق لسان، تقصير، تصرف، تأخر الغداء، العفو، التجاوز، الصفح. ولهذا يقول ابن عباس: ما أحب أن أستوفي حقي منها. ولهذا قالوا كما جاء عن الحسن وغيره: ما استوفى كريم قط. هذا اللئيم البعيد هو الذي لا يفوت شيئا، يريد الأمور أن تكون في سيرها كعقارب الساعة في غاية الانتظام، ومن الذي يستطيع هذا؟ ولكن تكون الحياة بشيء من الإغضاء والتحمل. وهكذا يكون مع الأولاد، لا يقف عند كل خطأ وكل تقصير وكل إساءة، فإن هؤلاء الأولاد قد ينفرون منه. ولا أحصي كم سمعت من أولاد وبنات، وبعضهم يرسل رسائل كان كلامهم ومقالهم يدور حول قضية واحدة: أبي لا يحبني، أمي لا تحبني، وأحاول جاهدا من غير ما طائل أن أزيل مثل هذا التصور. وأقر أيها الأحبة أنني أفشل في أكثر هذه الحالات، أن أغير هذا التصور عند هذا الولد أو هذه البنت، أن هذا غير صحيح، أبوك يحبك، أمك تحبك، لكنه يقصد التأديب والتعليم والتربية. وتجد هذا الولد يعلق، أو هذه البنت تتمسك بهذه المشاعر، ولربما كانت مشاعر متبادلة. إذا كانت الصدور غير سالمة من الولد لأبيه، من البنت لأمها، فهذه كيف تسلم أيها الأحبة تجاه الآخرين؟ الخامس: إحسان الظن، إحسان الظن بالناس.
احملهم على المحامل الحسنة. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرا وأنت تجد لها في الخير محملا.